اتركوني يا حاتم. حاتم صلي على النبي يا حاتم. قلت له لو اخر يوم بعمري. لك يا حاتم ما انا بدي صلي على النبي معي لو فتح يجوع. لك بدي قلت له اذا بتجتمع مع لا اله الا الله اتركوني يا اخي. فوتنا نحكي على رواحك. اتركوني. لك خلص عادل عادل عم اقول لك اتركني بفوز ايدك يا اخي. روح اعطيني السكه من ايدك. اتركني يا اخي. اعطيني السكه من ايدك يا زلمه اهدى. شو صار لك؟ معقول؟ معقول هذا خالد كان رفيق عمرك؟ خناقة صغيرة بيناتكم تساوي فيكم هيك؟ لك يا أمي طول بالك، كل شي بصير بالهداوة، يعني إذا قتلته كتير رح تنبسط؟ لك بدك يعني آكل كف قدام الناس هيك وأسكت؟ أقسم بالله من امبارح لهلأ ما دقت النوم ولا لحظة وأنا عم فكر بالإهانة. لك شو هاد؟ لك أنا كيف بدي أظهر بالناس بس قولوا لي؟ يعني أنت ما تذكرت من كل الخناقة غير الكف؟ ما تذكرت إنك نشرت عرضه للزلمة قبل ما تاكل الكف منه؟ لك يا أمي أنتم من طول عمركم رفقات، وعيب هاللي عم تساووه، بقى هدي لي حالك وانسى الموضوع الله يرضى عليك. أمي هو يلي بلش هو يلي بتحمل النتيجة. لك العمى لك العمى معقولي أنا أكل كف قدام الناس كلها؟ لك ومن مين؟ من واحد حقير ما بيسوى فرنك. ما عم صدق يلي صار يا جماعة، صدقوني والله ما عم صدق يلي صار. هذا خالد لكان خالد يلي كنت ساعده، خالد يلي كنت وقف معه، لك خالد يلي كنت ساوي خنايق من شانه. أمي أمي هذا خالد اللي أنا كنت أعطيه مصاري مصاري يا أمي. بالأخير أنا أكل كف منه قدام العالم معقولي؟ هو قليل شو كان عامل زمناته كرماله؟ يعني الواحد بيحكي اللي له واللي عليه. يا اخي العشره الطيبه ما بتهون الا على ابن الحرام، مزبوط ولا لا؟ هلا هيك هلا كلياتكم وقفتوا معه ضدي. والله يا حاتم انا خالد كثير بحبه، ما بعرف ليش هيك تصرف. انا اللي بدي افهمه شو اللي وصلكم لهالمواصيل؟ لك شو اللي صار لكم يا زلمه؟ الناس ما كانوا يفتكروكم الا اخوات. امي اهدى الله يرضى عليك. ما عليك انا هلا شوي ثاني بروح بحكي معه بفهم منه. امي لا تجننيني. لشو تروحي ما تروحي؟ هلا بفكر انا بعتك مشان صالحه. شو تروحي؟ طيب بلكي الزلمه بده يصالحك ومستحي. ليش مين قالكم انه بدي صالحه؟ قسما بالله العظيم اذا بعرف انه اجى على هالبيت رح اذبحه. لا وما بس هيك، امي كل شيء اللي بينه وبين اهله لازم ينتهي. وفي شغله ثانيه، اذا بعرف انه واحد منكم حكى معه او رد على تليفون رح احرق هذا البيت كله، مفهوم ولا لا؟ لك يا امي قلنا لك صلي على النبي وامسح وشك بالرحمن، الله يرضى عليك. اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. العبا بقلبك شو مالك شايف؟ هلا اول ما بيفتح الباب رح اقول له شرف معي شوي، ورح خليه يرجف رجف واقطع له قلبه كمان، رح خليه يشوف النار بعيوني. ها ولا ما في داعي لهالشي، رح اقدح وتطليعه ناريه وبعدين كف واحد ويلي بده يصير يصير. هذا اذا ما ركض قدامي وصالحني قبل ما اضربه، بس يا ريت يصالحني قبل ما اضربه. يا ريت يقول لي طول بالك وفوت لنحكي. حلو كتير، حلو كتير العصاية، لأنه هلأ بس شافها معي رح يعرف إنه مالي جاي صالحه. حلو كتير. أخ إجيتي والله جابك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. خالد وعلى رب الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. الفاتحة.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الله يرحمك يا حبيبي يا خالي، روح الله يسامحك دنيا وآخرة. الله يرحمك. ألو. مرحبا خالد. ايه عم احكي معك من الجنة. من وين؟ من الجنة، قصدي من سوبر ماركت الجنة الخضراء من عند ابو هاني، يعني انا قريب منك. بقى اذا لساتك زعلان مني لحتى روح بحال سبيلي، واذا مالك زعلان جاي اشرب عندك كاسة شاي. معناتها موتت خالد كانت منام. كيفك حاتم؟ لك والله الشغلة مو مستاهلة. ها؟ صحيح غلطت أنا بس. لك بس شو؟ اللي بس شو؟ هدي لك لسه إلك وش تقابلني لك روق. يا حبيبي روق. أنا بدرت فيك أنت بالعالم. فظاعة على الشوب اللي جوا، راح اختنق. حقي ايدك وانا كمان طبق صدري ودق انفسي. تعالي نقعد هنيك، رجلي حيتكسروا من الوقفة. طبعا لك مالك متعودة على حفلات الكوتشات. مين قال لي؟ الله وكيلك يا روعة، ما بيمرق علي اسبوع الا وبنعزم فيه مرة او مرتين على حفلة كوكتيل. ومين بيدعي؟ يعني اغلب الدعوات من السفارات. تعال تعال. شو بدي يكون يعني؟ شو بك كيف تعبتي؟ أكيد قطة. عادي عادي. ليلي عجبتك الحفلة؟ يعني بصراحة عجبتني مو عجبتني. شلون يعني؟ يعني مراد بيك عازم ناس ما كان المفروض أنه يعزمهم. مثل مين؟ مثل رانيا وجوزها. لإيشون هدول؟ شو لإيشون؟ هدول أصدقاء مراد بيك من الروح للروح. وإذا كانوا أصدقائه يعني صدقني وجودهم بالحفلة مثل العين المقلوعة. ليش شو اللي بدر منهم؟ زعجوكي بشي شغلة مثلا؟ ما فشروا يزعجوني، بس رانيا وجوزها معروفين باللقلقة والانتهازية. دام جاكي مكالمة. عرفتي مين؟ من البيت. هدول أكيد الأولاد. أنا حفوت لجوا، أصلا صار في نسمة برد، مالك فايت لجوا؟ لا لا أنا حابب شم لي شوية هواء، بعد شوي بلحقك. أوكي. مين انت؟ ارجيني وشك لشوف. ارجيني وشك. حاضر استاذي حاضر. مين انت وشو عم تساوي هون؟ قسما عظما يا استاذ اني درويش ومغلوب على امري. صحيح انا مو من بني الانس بس صدقني اني مأهور من جوات قلبي. انت شو اسمك؟ شيطان ابليس عبد الرحيم العبقري. وشو عم تعمل هون؟ شو بدي اعمل يعني؟ قاعد عم ألطم وأندب وأتحسر وتمرمر. وليش بقى؟ شو السبب؟
السبب عدم المؤاخذة هو ثقتي العمياء ببني الإنسان. تولت بهجة الدنيا فكل جديدها خلق، وخان الناس كلهم فما أدري بمن أثق. طيب ممكن تحكي لي قصتك حتى أعرف إذا كنت ظالم ولا مظلوم؟ عود عود. ما أمرك أستاذي، رح أعود، بس لا تقول سبحان من بدل غزلاني بقرود. لا لا ولا يهمك، ما رح أقول. لا بتقولوها أنتم معشر البشر، وبتقولوا كمان إذا حضرت الشياطين هربت الملائكة، مع أنه للشياطين فضل كبير على كتير ناس. بقى شو سبب هالعداوة من قبلكم اتجاهنا وكأنه نحن حرف صائد؟ شو سبب هالضغينة والحقد المصبوب علي أنا شخصياً وكأني قدامكم عزرائيل أو إسرائيل؟ طيب في شخص معين خذلك أو مثلاً ما طلع موضع ثقتك؟ طبعاً في، لكن ما في. هو صحيح أنا الشيطان الرجيم إلي فضل كبير على مسؤولين كبار بهالبلد، بس هالإنسان يلي ببالي مجنني، مطير لي عقلي من راسي وحارمني لذة النوم. الله يحرمه لذة الفوت للجنة مثل ما حرمني يا ربي يا حق. ومين هالإنسان بقى؟ يعني ما بتعرفه؟ لا والله ما بعرفه، مينو يعني؟ حبيب قلبك مراد بيك اللي عم يعمل حفلات راقصة وعم يطعميكم لوز وسكر ومسك وعنبر. شو هالحكي؟ مراد بيك؟ نعم هو بذاته، الله لا يورده. يعني هلأ أنت في علاقة بينك وبين مراد بيك؟ آخ آخ، علاقة وبس، قول صداقة، قرابة، أخوة صميمة. اسمح لي يا شيطان، أنا ما عم صدق أداني منوب. وليش مالك مصدق بقى؟ يعني عدم المؤاخذة، مراد بيك رجل فاضل وإنسان مستقيم والكل بيشهد له بهالشي. بقى شو جاب الطهارة للقزارة؟ ولك يا محمود، مو اسمك محمود أنت؟ بلا، اسمي محمود. أنا يا محمود بقزارتي المعهودة قدرت اتغلغل باعماق هالانسان وقلبت له حياته فوقاني تحتاني، والمسكين صار يسمع لي، صار يستعين فيني بالشارده والوارده، وصرت بالنسبه له الخل الوفي، بيأتمر بامري وبيطلب مني المشوره عند الضروره. معقول؟ معقول مراد بيك يكون تلميذك؟ مراد بيك كان مدير مؤسسه الاسكان المتحده. المهم إجا بده يعمل شريف، ما قدر، لاني لما استنجد فيني هرولت لعنده، قدمت له مشورتي. وشو كانت مشورتك بقى؟ قلت له يزور عقود، يتلاعب بالصفقات، وسوست له حتى يجيب من برا آلات منسقة وخرطة للكب وسجل أسعاره بالعالي والغالي. ايه وما حدا اشتلق عليه؟ هو لما فاحت ريحته نقلوه وبالمؤسسة الثانية وسوست له حتى يهرب حشيش بقلب أنابيب المي، وصار عنده ثروة للكذب وحدة بوحدة. ايه وبعدين؟ بعدين يا محمود صار عنده أموال ومال كانات، وصاروا يحلفوا براسه قسم، وأكبر عملية نصب عملها كانت بفضلي أنا. شو هي؟ خليته يحرق ناقلات البترول تبعه وسخرني أنا شخصيا حتى أحرق له إياها، وكانت تقدر بمئات الملايين، ملايين الدولارات. إيه وشو الفائدة يعني؟ الفائدة إنه كان مأمن عليها بمبالغ خيالية، ودفعت له شركات التأمين مبالغ التأمين وهي عم تضحك وتلعب. العمى، معقول؟ مثل ما عم قلك، والجريمة الكبرى اللي عملها كانت من تصميمي، من تصميمي أنا العبد الفقير. أنو جريمة؟ الجريمة كانت إدخال مواد تموينية فاسدة منتهية الصلاحية من عجنات مرتديلا ومواد حافظة ومأكولات الأطفال ملوثة. قسما بالله أنا مستغرب، معقول؟ معقول يا شيطان يكون وصل لهالثروات ولهالمكانة المالية المرموقة بفضلك؟ لكن بفضل مين؟ طيب لنفترض جدلا انه هذا الكلام مزبوط، انت ليش متضايق؟ ليش مزعوج؟ معلوم بدي انزعج يا اخي. ايوه لانه طلع ارزل منك يا اخي. بيقول المثل ربا تلميذ فاق استاذه،
لا 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 مو هذا الموضوع منوب. لكن شو الموضوع؟ أخ يا محمود أخ، الموضوع بيتعلق بقلة الوفاء وانعدام الولاء. ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب، والناس بين مخاتل وموارب، وقلوبهم محشوة بعقارب. يعني أنت زعلان لأنه ما عزمك على الحفلة؟ فشر ورصاص يخلع رقبته إن شاء الله، عمره ما يعزمني. لك لكان شو وجعك؟ شوف ناكر المعروف والجاحد الجميل شو كاتب على الفيلا تبعه اللي اشتراها من أيتام قصر بنص ثمنها. شوف شوف بعينك. Ha 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 ha!